طبيب يقول لك انا وصلت المأزق اني نختار شكون نداوي، نختار شكون جهاز التنفس وشكون نعطيه، انت نقول له عمرك 74 سنه انت اولى، والاخر يستنى وينجم يموت في الاثناء. مش ما نوصلوش للشواء لانه طبيب يختار هذا نعطيه اكسجين وهذا ما نعطيهش، هذا اخطر حاجه. مكثر المرضى هذوما باش يبراو مكثرهم، مشكلتنا في العدوى وفي الشيفر الكبير. توفيت قدام قسم الانعاش مازالت في الامبيلونس. لازم تعرف عدوك، عدوك تعرف وتحمي من روحك منه. تحس روحك امن صحيا في تونس 50%، خاطر انا شوف فما عبيد ما حطوش ماسك وقاعد بوس مع بعض وسلم مع بعض كالعادي. فما اطباء قال لك نرجع لبلادي باش نداوي تونس. برافو برافو. ما خلوهمش يخشوا. نخاف يجي نهار انا نخاف ما نلقى حتى طبيب والا باراميديكال يخدم. النقل العمومي راهو اكثر سورس نتاع التنقل نتاع المرض. انا ارجو ان تكون اجوبتي معقمه. نعقم لساني ويدي والدنيا كلها في هذا الظرف الكوروني العظيم. تونس شافت انا صيني واش اسيا تبعد عني انا تبعد تخاف مني. فما برشا بنات احسن مني واشب مني ويشتحوا خير مني ويعملوا فيديوهات وانا نتحداهم ويعملوا ربع نسبة المشاهده اللي انا نعمل فيها اليوم في اللايف نتاعي التوانسه متوحدين. انا يعني توا عندي سبيريتو في داري اكثر من عندي ماء. انا ننصح نساء ذوما باش في دار رجلها تشطح رجلها وتمتع رجلها. اهتمام برنامجك بكشف حياه الناس الخاصه خلى حياتك زاد الخاصه تكشف. بدلت لون سنيه، بدلت تسريحة شعري، زرقت في وجهك بدلت شوية. ايه زرقتي بوتوكس لهنا طبعا. هل نرمين صفر هي فتاة سعيدة بكل صراحة؟ وقت اللي كان علاء الشابي في التلفزة الوطنية في الفانتيان من أغلى المنشطين. هي من أغلى المنشطين وقتها. أكثر واحد يخلص، مازلت أغلى منشط في تونس؟ عنده جمعتين كان في السين راهو يصلي على النبي عاد نسيتو ما قالوا لكش يا اخي ما تنسوش عليه بس قبيله ديجا هكا تشبح في ديالي لو وسع على بالي قلبي نكس لفو عشانك. وحش الشجع سمير الويفي نهار الاحد 9 غير بون تاع الليل على قناه التاسعه.